تفضلي أستاذة، مرحبا بك. كنا في فترة استراحة لمدة 10 دقائق، والآن نحن ندخل في الجزء الثاني من الورشة. السلام عليكم. ألو، وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله. السلام أستاذة أستاذة، تفضلي أستاذة. تسمعين؟ نعم، الآن نسمع. كان مقطوع لكن الصوت، صوتك ولكن الآن ذهب. صوتي، والآن صوتك رجع. جيد جدا. الآن صوتي يرجع. طيب، أنا نشكركم على هذه المبادرة الطيبة، على هذا اللقاء الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى به النفع إن شاء الله تعالى. وأنا أعتذر إني يعني جيت متأخرة، شكرا لك على التلخيص، أنا في الاستماع يعني معكم. شكرا. شكرا أستاذة، بارك الله فيك وشرف لنا حضورك. الآن أحيل الكلمة للأستاذة المدربة، تكمل الجلسة الثانية إن شاء الله. إذا في الجزء الأول تحدثنا عن مرحلة الكلمات المفردة. ما هي خطوات مسار تعليم القراءة؟ لتعليم القراءة هناك 5 خطوات: خطوة الكلمات المفردة، خطوة الكلمات المزدوجة، خطوة العبارات، الجمل، والخطوة الأخيرة هي خطوة الكتب. يعني الهدف الأخير من برنامج تعليم القراءة هو أن الطفل يكون قادر على قراءة الكتب. مرحلة الكلمات المفردة، مرحلة الكلمات المفردة تستمر طيلة مرحلة التعليمية. يعني دائما في الجدول أو في البرنامج اليومي لتعليم القراءة دائما هناك جلسات كلمات المفردة. بعد فترة معينة نذكرها، نضيف جلسات الكلمات المزدوجة للبرنامج. من بعد فترة نضيف عبارات ونحذف الكلمات المزدوجة. يعني برنامج غادي يكون فيه الكلمات المفردة وأيضا العبارات. في واحد الفترة معينة نستمر بالكلمات المفردة ونحذف العبارات، نغيرها بالجمل. من بعد نستمر بكلمات مفردة ونضع الكتب، أيضا نضيفها إلى البرنامج اليومي. بعد أن نصل إلى مرحلة الكتب، يمكن أن نختار قصة مناسبة لعمر الطفل، ممكن أننا نختار أغنية، ممكن نختار قصيدة أو صورة من القرآن. صورة من القرآن نعرضها على شكل كلمات مفردة. عندي هنا صورة الفيل. أوراق عادية، نصف ورقة هنا عندي لتمرين البطاقة. نضع القطعة المطاطية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. يعني الصورة كنحولها الكلمات مفردة. من بعد غادي نعرضوا نفس الصورة كآيات. دينا كتيب ديال صورة الفيل ديال القرآن، وضعت فيه الصور اللي عرضت أصلا بكلمات مفردة، من بعد كلمات أو لا آيات أو لا جزء من الآية في كل صفحة. يعني في مرحلة الكتب، يا إما كنختاروا قصة أو كتاب صغير
أغنية أو لا قصيدة أو لا سورة من القرآن. الكتب ممكن أننا يمكن إعداد الكتب من فترة الكلمات المفردة، يعني بعد أن نمرر كلمات لفترة معينة نأخذ هذه الكلمات متقاعدة ونصنع كتب كتيبات. وهناك كتيبات مرحلة الكلمات المفردة، نضع كلمة في صفحة، نقلب ونضع السورة، نقلب صفحة فيها كلمة وصفحة فيها سورة. هذا هو الشرط دائما لابد منه عند إعداد الكتب. عند إعداد الكتب لابد من الفصل بين الكلمات والصور، وهذا هو الشرط الذي لا نجده في الكتب موجهة للأطفال. دائما تجد الكتب أو القصص توضع الكلمة في نفس الصفحة ديال الصورة، فيلتفت الطفل إلى الصورة ولا يلتفت إلى الكلمة ويتأخر في تعلم القراءة. إذن لابد من وضع أو فصل الكلمات عن الصورة عند إعداد الكتيبات. حافلة، دراجة، وأيضا الكتب تعرض 3 مرات في اليوم مدة 5 أيام. في مرحلة الكلمات المزدوجة، ماذا نقصد بالكلمات المزدوجة؟ كلمات مزدوجة نختار كلمة أو لا من الكلمات المفردة نختار كلمتين. يعني سبق وأن عرضنا كلمة خالي في مجموعة أسرتي، وعرضنا أيضا مجموعة كلمة يونس مثلا في مجموعة أسرتي واحدة أخرى. نجمع كلمتين من الكلمات المتقاعدة في بطاقة واحدة، وهذه تسمى كلمة مزدوجة. خالي يونس نعرضها في مجموعة أيضا 3 مرات في اليوم مدة 5 أيام. كرسي المطبخ، وجه نظيف، أمسح أنفي، أسنان بيضاء، رأس بابا، خالي يونس، كرسي المطبخ. كرسي المطبخ سبق وأن عرضت في مجموعة مثلا نسميها أدوات أو أثاث المطبخ، دي هي بطاقة الكلمات المزدوجة. أيضا في مرحلة الكلمات المزدوجة ممكن إعداد كتيبات، مثلا كرة القدم. كرة القدم، ركوب الدراجة، طفلة صغيرة تركب الدراجة. كرة اليد، يرمي بقوة. يمكن أن توصف الصورة بأي طريقة، وهكذا. جملة أو كلمة مزدوجة في صفحة والصورة في الصفحة الموالية. شي حاجة ضرورية وأساسية، مرحلة العبارات. في مرحلة العبارات لدينا كلمتين ورابط، يا إما حرف جر يا إما أي حاجة أخرى كرابط. ذهب تم عرضها سابقا في مجموعة أفعال، الحديقة مجموعة خارج البيت أو أماكن خارج البيت. ذهبت إلى الحديقة أيضا نعرضها 3 مرات في اليوم مدة 5 أيام. في مرحلة الجمل نتدرج من جمل ب3 كلمات. أحب قراءة القصص، جمل من 4 كلمات. أزور جدتي يوم الأربعاء، أزور جدتي يوم الأربعاء. جمل من 5 كلمات. في هذه المرحلة هذه نغير اللون الأحمر بالأسود. غريندومان قال نغيره، ذكر تغيير اللون من الأحمر إلى الأسود في جمل من 6 كلمات.
أنا فضلت أنني جمل من خمس كلمات نغير اللون. من بعد جمل من ست كلمات نفس اللون ولكن الخط صغرنا الخط أو لا انخفض حجم الخط أو لا استعملنا قلم أقل في عرض أقل. نعم في هذه المرحلة هذه لدينا كلمات مفردة، كلمات مزدوجة، مثال لكلمة مزدوجة استعمل كلمتين من الكلمات التي تم عرضها للطفل، عبارات، عبارات كلمتين مع رابط. ثم في مرحلة جمل نتدرج من كلمات جمل من ثلاث كلمات إلى جمل من أربع كلمات ثم جمل من خمس كلمات. مرحلة جمل من خمس كلمات نغير اللون إلى الأسود ثم جمل من ست كلمات نخفض حجم الخط. رأينا جميعا أمثلة للكلمات المفردة ثم كلمات مزدوجة ثم عبارات ثم جمل ثم كتب. ذكرنا سابقا أن الكتيبات يمكن إعدادها منذ مرحلة الكلمات المفردة يعني باستخدام البطاقات المتقاعدة. رأينا سابقا كتيبات مرحلة مفردة دائما صورة تكون منفصلة عن الكلمة. رأينا كتب كلمات مزدوجة أيضا الكلمة منفصلة عن الصورة. أيضا يمكن إعداد كتيبات في مرحلة العبارات، كتيبات في مرحلة جمل مثلا جمل من ثلاث كلمات، بدلة بابا سوداء بدلة جميلة، معطف أختي أحمر، سعدت دي معطف أختي، ديما في وصف الكلمة ولا في وصف الصورة تنحاولوا نهضروا مع الطفل بكلمات أو لا بالفصحى. يعني نسيت ما ذكرتها هذه الجلسة، طيلة الجلسة أتحدث مع طفلي بالفصحى. يمكن تخصيص ساعة على الأقل في اليوم للتحدث مع الطفل باللغة العربية الفصحى. كتيبات خمس جمل أو لا نبدأ كتيبات جمل من خمس كلمات مثلا هنا هدى تحمل وردة كبيرة. يمكن استعمال صور ديال الذكريات عوض بدل من أن تكون محفوظة ولا موضوعة في مكان ونشاهدها بين الحين والآخر يمكن إدراجها أو لا استخدامها لإعداد كتيبات أكثر إثارة للطفل. إن الطفل سيطلب منك قراءة الكتيبات إن وضعت فيها صور يحبها أو لا فيها ذكريات ديالو خصوصا الأطفال أكثر أكبر سن. هدى تلعب بدمية آية دمية جميلة. هدى تحب الموز كثيرا. دائما جمل مضحكة جمل لي سيبغي الطفل. انتبهوا ايضا المحبوبات ديال الطفل. عندنا هنا جمل خمس كلمات يعني في كل مرحله ممكن اننا نعيد كتيبات بهذه الجمل المتقاعده. هذه هي خطوات مسار تعليم القراءة. مرحلة الكلمات المفردة،
مرحلة كلمة المزدوجة، العبارات، الجمل، الكتب. كلمات المفردة يمكن بدءها من 3 أشهر حتى 6 سنوات، تستمر طيلة الفترة التعليمية. الكتيبات ممكن إعدادها من البداية باستخدام بطاقات متقاعدة. العمر المناسب لكل مرحلة، هضرنا أو لا ذكرنا سابقا أن في الولادة بعد الولادة برنامج يسمى برنامج تحفيز البصري. من الولادة وحد 3 أشهر يسمى البرنامج برنامج تحفيز البصري. من 3 أشهر نبدأ برنامج تعليم القراءة، مرحلة كلمات مفردة باللون. مرحلة الكلمات المفردة تستمر لغاية سنة، بعد سنة نضيف جلسات الكلمات المزدوجة، من بعد سنة ونصف نضيف العبارات، من بعد سنتين ونصف نضيف الجمل، سنوات كتب، وهكذا. ماذا أفعل إذا بدأت البرنامج سنة؟ يعني الطفل عندي عنده سنة، أبدأ بالكلمات المفردة، وبعد تمرير 50 كلمة مفردة أضيف الكلمات المزدوجة للبرنامج، ثم بعد فترة سنة ونصف أغير أو لا أحذف الكلمات المزدوجة من البرنامج وأمرر العبارات وأستمر أيضا في الكلمات المفردة. من بعد 2.5 سنين أغير العبارات بالجمل، وهكذا. كيف أبدأ البرنامج مع طفل عمره 2؟ طفل عنده 2 أيضا نبدأ بالكلمات المفردة، دائما نبدأ بالكلمات المفردة مع أي عمر، مع أي شريحة أو لأي أعمار للطفل، دائما نبدأ بالكلمات المفردة، وبعد تمرير 50 كلمة نضيف الكلمات المزدوجة للبرنامج، وهكذا. أما إذا بدأنا البرنامج من 3 أشهر تستمر فترة الكلمات المفردة وحتى سنة، يعني 9 أشهر كلمات مفردة فقط. واضحة هذه الفقرة دي؟ بعد واحد المدة، بعد تطبيق البرنامج تعليم القراءة لفترة معينة، يمكن للطفل قراءة كلمات جديدة لم تعرض عليه من قبل. يعني إذا طبقنا البرنامج بحذافيره بالتحفيز البصري بكلمات مفردة في السنة الأولى، بعد سنة كلمات مزدوجة، كتيبات، جمل، يمكن للطفل قراءة كلمات جديدة لم تعرض عليه في سن 2 دون تعليمه الحروف. ما هو التفسير العلمي حول قدرة الرضع على تعلم القراءة؟ كيف يمكن لرضيع عنده 3 أشهر كيف يمكنه أن يتعلم أن يقرأ بطاقة، يقرأ كلمة على بطاقة؟ ما هو التفسير العلمي؟ الأذن كما نعلم تسمع، لكنها لا تفهم ما تسمع. العين ترى، لكنها لا تفهم ما ترى. الدماغ هو الذي يفهم الرسالة التي تصل إليه. عندما نقول للطفل كلمة، تتلقى الأذن هذه الكلمة وترسلها عبر سلسلة من النبضات الكهروكيميائية للدماغ الذي لا يسمع. الدماغ لا يسمع، لكنه يفهم الكلمة التي سمع. نفس الشيء عندما نعرض كلمة الطفل على شكل بطاقة، صورة كلمة
عندما تعرض للطفل تتلقى عينه هذه الصورة فيرسلها عبر سلسلة من النبضات الكهروكيميائية إلى الدماغ الذي لا يرى لكنه يفهم الصورة أو لا الرسالة اللي وصلته. كلا المسارين السمعي والبصري ينضجان من خلال التحفيز اليومي. يعني إذا كنا نتحدث مع الطفل منذ الولادة أو قبل حتى فش عندما يكون جنين في بطن أمه نتحدث معه يستعمل الذاكرة السمعية ونحفز مسار السمعي. بعد فترة معينة يبدأ الطفل بالتحدث. السنة الأولى يمكن أنه يقول كلمات، سنتين ممكن أنه يتحدث بطلاقة نسبة معينة. نفس الشيء بالنسبة للتحفيز البصري، إذا حفزت مسار الطفل البصري بالكلمات يمكن أنه يتعلم قراءة الكلمات جديدة في نفس العمر فاش كيهضر أو لا فاش في نفس العمر الذي يتحدث فيه الطفل. لماذا لا نعلم الحروف؟ لأن الكلمة هي اللبنة الأساسية للغة وليس الحرف. بالنسبة لجلين دومان المبدأ الأساسي في التدريس والانتقال من الشيء المعروف إلى الغير المعروف إلى المجرد. لا يوجد شيء أكثر تجريد للدماغ من الحرف، يعني الحرف ما عندوش معنى، الكلمة هي اللي عندها معنى. تعليم الحرف أو لا تعليم الكلمة أكثر سهولة من تعليم الحرف. مثلا كلمة حليب، من السهل تعليم كلمة حليب من أنك تعلم حرف حاء بوحده، لام بوحده، الياء بوحده، والباء بوحدها. عند تعليم الحروف ننتقل حرف 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 حرف، من بعد في الفتحة با بو بي، من بعد المدود با بو بي، من بعد التنوين بن بن بن، يعني مراحل طويلة. وإعادة التعليم في كل سنة إعادة التعليم الحروف، والطفل تكون لديه 4 سنوات وخمس سنوات ولم يتعلم بعد قراءة الكلمات، مع أنه ممكن يقرأ كلمة في السنة الأولى. السنة الأولى ممكن أنه يقرأ الكلمة. يعني لماذا لا نعلم الحروف؟ أولا لأنها طريقة بطيئة لتعليم القراءة، وغلين دومان ديما يبحث عن طرق سريعة للتعلم. يعني إذا أردت أن الطفل ديالك يقرأ كلمات أو يقرأ قصص أو يقرأ كتب أسرع وقت، عليك بطريقة غلين دومان لتعليم القراءة. هذا لا يعني أن الحرف أو لا تعليم الحروف ليس مهما. تعليم الحروف مهم، عنده أهمية محدودة، عنده أهمية لتعليم مخارج الحروف أو تدرب أو تعليم ترتيب الأبجدي لاستخدام في المنجد مثلا ولا المنهل منجد. تعليم الحروف عنده أصعب من تعليم الكلمة، لهذا من الأفضل تعليم الكلمة لأنها هي اللبنة الأساسية للغة وليس الحرف. ننتقل لشريحة أخرى، فوائد أسلوب غلين دومان لتعليم القراءة. ماذا سأستفيد إذا علمت ابني أو أطفالي بأسلوب غلين دومان؟ أول حاجة سرعة، كما ذكرنا سرعة تعلم القراءة. يعني الطفل يمكن يقرأ كلمات مفردة في السنة الأولى، كلمتين أو لا جمل في سنتين، كتب على حسب التحفيز، واش كان تحفيز قوي أو لا تحفيز ضعيف.
الشيء الآخر الذي نستفيد منه بتطبيق هذا الأسلوب هذا هو تنمية الذكاء اللغوي. بالتطبيق اليومي ستكتشف أن الطفل ديالك عنده ذكاء لغوي. شيء آخر غادي نستفيدوا منه هو إغناء الرصيد اللغوي ديال الطفل. من الأفضل أننا نعرض على الطفل كلمات من الشهور الأولى، على أننا نتسناو 3 سنين عاد نبداو مع الطفل الحروف. الفائدة الأخرى اللي غادي نستفدو منها هو استغلال الفترة الذهبية لتعلم الطفل اللي تتبدأ من الولادة وحتى 6 سنوات. ماشي منطقي نضيعو 3 سنين من حياة الطفل هو أمام شاشات التلفاز أو اللابتوب أو التابلت أو أي حاجة. نستغلو يلعب بأشياء مفيدة وندخلو البرامج تعليم القراءة، الحساب، الموسوعة في البرنامج اليومي للطفل. ومن بعد 3 سنوات ممكن أنك تدخلو للروضة ويكمل، وتنتمنى الروضة كاملين يتبعوا هذا البرنامج هذا، باش الحاجة اللي ما درتهاش الأم في 3 سنين الأولى ديرها المربية في 3 سنين الثانية. الشيء الذي لم تتمكن الأم من تطبيقه في المرحلة الأولى ولا في 3 سنوات الأولى تستمر عليه أو لا تطبق مربية في الروضة. يعني أتمنى جميع الروضات اللي في العالم العربي خاصة يطبقوا هذا البرنامج. وكاينين روضات بداو من العام الماضي، بداو تطبيق البرنامج وبداو كيكتشفوا بلي راه هي الطريقة الأسهل والأسرع لتعليم القراءة. الفائدة الأخرى، والفوائد كثيرة، أنا غير حصرتها في 5 فوائد. الفائدة الأخرى هو حب المطالعة. ستكتشف أن الطفل ديالك سيرغب باختيار الكتب وقراءتها. في البداية سيطلب منك قراءة كتب، ماما قرأ لي الكتاب، من بعد هو يختار بنفسه. يعني في المراحل الأولى، مرحلة الكلمات المفردة والمزدوجة، نعيد كتيبات ونضعها في الخزانة، وهكذا شيئا فشيئا تكبر أو لا تنمو خزانة الطفل، فيختار بمفرده كتيبات ليقرأها بنفسه أو لا يقرأها له شخص آخر. وكاين فوائد أخرى غتكتشفها بالتطبيق. يعني ماشي من بعد هذه الدورة هذه لا تفكر أنك، إذا كنت مدرب لا تفكر أنك تدرب أشخاص آخرين أو مربيات أو معلمات دون أن تطبق البرنامج. اللي اكتشاف أو السر الأسلوب لابد من تطبيق البرنامج أولا مع الطفل ديالك ولا مع أطفال آخرين. ما هي الصعوبات التي نواجهها عند التطبيق؟ عند التطبيق هناك صعوبة ديال ضيق الوقت. الأم سواء كانت ربة بيت أو لا أم عاملة كتواجه صعوبة ضيق الوقت، الانشغالات اليومية، الواجبات، الالتزامات، ديما تتوقف البرنامج لضيق الوقت أو للانشغال ديالها بأشياء أخرى سواء كانت ربة بيت أو لا أم عاملة. بالنسبة لهذا الإشكال هذا لا يطرح للمربية، لأن عنده واحد وقت مخصص للأطفال. يعني ممكن أن البرنامج ينجح مع المربية أكثر، ولكن المشكل المربية تبدأ من 3 سنوات. الصعوبة الأخرى هي الانتقادات. ليس الكل يتقبل هذه الطريقة. اللي تآمن أن الحروف تعليم الحروف مهم يجد صعوبة في تقبل الطريقة هذه. انتقادات لأنك أو لا هناك أشخاص لا يتقبلون أنك تدوز جلسات تعليم القراءة لطفل عنده 3 أشهر.
عندما ترى الجدة أو لا أو لا الزوجة أو لا أي شخص يرى أن الأم تمرر البطاقات للطفل عنده 3 أشهر و6 أشهر ربما ينعسها بالمجنونة لا يتقبل. صعيب شي شوية البرنامج. انتقادات انتقادات ربما بالنسبة للمربية إلا ما كانش المدير يتقبلها بالطريقة هذه ولا من الزملاء ديالها الزميلات ديالها غتوقع بلي راه عند تطبيق البرنامج توقع الانتقادات. هذه شي حاجة عادية يا إما من الأشخاص المقربين ولا من الأشخاص أصدقاء ولا أي شخص آخر. ستنتقد الطريقة ستنتقد سواء من قريب شخص قريب أو شخص بعيد لأنها غير مألوفة. متى سيتقبلها الآخرون؟ سيتقبلونها عندما يروا النتيجة. يعني الصبر سواء كنت أم أو لو كنت مربية عليك بالصبر حتى ترى النتيجة. والأهم هو الطفل ديالك وليس آراء الآخرين. قلة الدعم المادي والمعنوي. الدعم المادي مهم بالنسبة للأم اللي ما عندهاش رصيد ولا ما عندهاش المادة باش شرحت هذا المنهج هذا تطلب مصاريف أوراق أقلام طباعة كتيبات صور مصاريف ديال إعداد البرنامج. مهم أنك تلقى لي دعمك ماديا سواء بالنسبة للأم أو بالنسبة للمربية. الدعم المعنوي تشجيع الأم أو المربية كتحتاج بين الحين والآخر تحتاج التشجيع باش تستمر في البرنامج ديالها. الصعوبة الأخرى اللي ضروري أنك تواجهها عدم استجابة الطفل. ممكن يستجب في واحد المرحلة وفي مرحلة أخرى تقل أو لتنعدم الاستجابة ديال الطفل. وغادي نشوفوا من بعد لماذا. يعني هذه تقريبا هي الصعوبات التي نواجهها عند التطبيق. ضيق الوقت، الانتقادات، قلة الدعم المادي والمعنوي، وعدم استجابة الطفل. عدم استجابة الطفل دليل على أنك ما كتطبقش الشروط. هل بدأت أو لا؟ إذا كان طفلك لا يستجيب للجلسات، اسأل نفسك هذه الأسئلة. هل بدأت مبكراً؟ عندما تبدأ البرنامج مبكراً، طفل تكون عنده استجابة أكبر. هل مقاس الورقة مناسب؟ هناك من يستعمل ربع ورقة A4 A4 لا، أقل حجم للورقة هو نصف A4 نصف A4 A4. وأفضل مقاس هو ورقة كاملة. إذا لم يستجب طفلك للجلسات ربما أنت لا تستعمل أو لا تكتب بخط عريض بما فيه الكفاية حتى تجذب انتباه الطفل. هل تعريض الكلمات المألوفة لدى الطفل عندما يصبح الطفل بعمر 2 مثلا أو 3 سنوات؟ لابد من الانتباه للكلمات المألوفة ولا المحبوبة لدى الطفل حتى تعرض عليه. هل تمرر البطاقة بمرح؟ بابا، ماما، جدي، عمي. بابا، ماما، جدي. نبرة صوت ضروري انتبهوا لها، مهمة جدا. عندما لا يستجيب طفلك للجلسات ربما أنت تختبره، ربما تطلب منه القراءة. انتبه، لا تختبر طفلك أبدا. هل تجبر طفلك على جلسات؟ إذا أجبرته مرة واحدة
على الجلسة لن يحبها مرة أخرى. هل أنت سريع في تمرير البطاقات؟ السرعة مهمة حتى نتجنب الملل، حتى نتجنب أن الطفل يشعر بالملل، حتى لا يمل الطفل. هذا هو السر علاش كنعرضوا الكلمات بسرعة. الأطفال أذكياء لدرجة أنهم يشعرون بالملل أثناء تمرير البطاقات بأقل من ثانية أو لا أكثر من ثانية. لذلك نسرع في تمرير البطاقات حتى لا يشعر الطفل بالملل. هل تتوقف قبل أن يرغب طفلك بذلك؟ أم أنك تفضل أن تعرض الكلمات التي قررت أن تضعها في البرنامج؟ أمرر لطفلي هذه وهذه 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 حتى أنهي هذه المجموعة، ثم بعدها أنتقل لهذه المجموعة. وأنت لا تنتبه لطفلك هل هو يرغب بمجموعة واحدة أو يرغب بتأجيل الجلسة أو أنه يرغب بتأجيل برنامج تعليم القراءة لأسبوع مثلا. يمكن تأجيل برنامج لعدة أيام حتى يرغب الطفل بذلك. هل تأخذ الفاصل الكافي بين الجلسات؟ هل تختار الزمان والمكان المناسبين؟ إذا لم يستجب طفلك للجلسات، انتبه لشروط جلسة تعليم القراءة، شروط قبل الجلسة وأثناء الجلسة وبعد الجلسة، هل تطبقها بالطريقة الصحيحة؟ تمنيت لو أننا كنا حاضرين في قاعة حقيقية حتى نتدرب، أو لا كل واحد فينا يعرض البطاقات أو لا يطبق جلسة تعليم القراءة، هكذا نتعلم بشكل أفضل. ضروري من التطبيق، حيث أنا سبق وأن قمت بدورة تدريبية مصغرة وفرشنا على الأرض وكل متدربة مررت الجلسة، مررت أو قامت بتطبيق الجلسة، مع أننا ذكرنا سابقا الشروط، إلا أن المتدربات يقومن بأخطاء أو لا تملك أو لا ترى أهمية بعض الأشياء أو بعض النقاط التي تم ذكرها. آخر شيء نشرحه إن شاء الله في الورشة هذه هو فلسفة غريندومان. سنلخص فلسفة غريندومان بالأشياء اللي شفناها منذ الولادة. إذا أردت أن تفهم فلسفة غريندومان فطبق أولاً. أول شيء لابد من تطبيق البرنامج. غريندومان لا يؤمن بتعليم الحروف. تعليم الحروف ليس لها أهمية. يعني إذا كنت أنت تؤمن بأهمية تعليم الحروف فأنت لم تفهم بعد فلسفة غريندومان، لا تؤمن بها. إذا كنت تختبر طفلك فأنت لا تؤمن بفلسفة غريندومان، ابحث عن برنامج آخر لتطبيقه. إذا كنت لا تتوقف عن تمرير البطاقات قبل أن يرغب طفلك بذلك فأنت لا تطبق أو لا تحترم القاعدة الذهبية لبرنامج غريندومان لتعليم القراءة. جلسات تعليم القراءة يجب أن تكون في جو من المرح. تمرير البطاقات جزء من اللعب، يعني أنا ألعب مع طفلي في لحظة ما أمرر البطاقات وأستمر في اللعب من بعد تمرير البطاقات. يعني تمرير البطاقات أو جلسة القراءة هي جزء من اللعب، يجب أن تكون في جو من المتعة والمرح. هذه هي النقاط الأساسية في فلسفة غريندومان. لا نحتاج لتعليم الحروف، لا نختبر الطفل، نتوقف قبل أن يرغب الطفل، وتكون الجلسات في جو من المتعة. أكون بهذا قد ذكرت أو قد شرحت مراحل أو محاور
ورشة عمل تحت عنوان تعليم القراءة وفق منهج جرين دومان. رأينا فيها ولا عرفنا في بداية الورشة على المنهج جرين دومان وعلى صاحب جرين دومان أو على جرين دومان. شفنا أيضا ولا رأينا المواد اللازمة لتطبيق برنامج تعليم القراءة. انتقلنا من بعد إلى شروط جلسة تعليم القراءة. من بعد مراحل، ذكرنا مراحل تعليم القراءة، الفوائد والصعوبات والفلسفة، دوما المحاور المهمة في برنامج تعليم القراءة. وإن شاء الله يكون عندنا لقاء آخر في برنامج الحساب الكمي، وإن شاء الله يكون حتى الموسوعة المعرفية. ونتمنى منكم إلى كان عندكم شي سؤال يمكن أن يطرح ما تبقى من وقت الورشة. نعم أستاذة، بارك الله فيك على ما أجدت وأفدت. طبعا يمكن عرض بطاقات لمجموعة من الأطفال، وهذا ما يكون في الروضة، يعني الروضة المربية عندها مجموعة من الأطفال. يجب أن تكون جالسة على الأرض، يعني نحيدوا المقاعد والأطفال يكونوا جالسين أو لا الأطفال جالسين والمربية أيضا جالسة، الكل على الأرض وتمرر البطاقات للأطفال لمجموعة من الأطفال. في البيت قد يرغب بها طفلك أو لا، قد يرغب بتمرير أو لا بجلسة مع أخيه أو أختي أو قد يرفضها. بالنسبة للروضات الأطفال تيكونوا شي شوية تتفقوا. أنا ابنتي، هذا هو بداية السؤال، ابنتي 11 شهر يعني ما زالت لا تعرف أن تتكلم. اتفقت مع زميلتي وهي تجيد اللغة الإنجليزية أن تأتي يومين بالأسبوع وتتحدث مع ابنتي اللغة الإنجليزية لمدة ساعة، فهل أجعل صديقتي هي من تعرض الكلمات الإنجليزية لابنتي أم أعرضها أنا مع بقية البطاقات؟ تعليم الإنجليزية من الأفضل يعلمها شخص آخر، يعني الأم تكون مختصة في تعليم لغة واحدة، وإلا كان الأب أو أي شخص آخر غادي يعلم اللغة ممكن أن تخصيص ساعة أو لا ساعتين في الأسبوع ممكن، يعني يكون لتعليم اللغات من الأفضل الفصل، يعني شخص آخر هو اللي يعلم اللغة وليس الأم، يعني صديقة ديال هاد الأم هادي إذا كانت ستحضر لساعة ولا ساعتين في الأسبوع فهذا أفضل، إذا كانت تنطق الإنجليزية بطريقة صحيحة. نعم، أنا راح ننتقل لسؤال آخر. أخرى تقول لم أفهم قضية كلمات مفردة مع الصورة، هل تكون مرحلة واحدة أم مرحلة عرض الكلمات مفردة فقط ثم بعدها مرحلة عرض الكلمات مع الصور، وألا يعد تكرار هذه الكلمات المتقاعدة؟ فهمت السؤال أم أعيد قراءته علي؟ فهمت السؤال. السؤال الأول، هل يمكن أن أعلم طفلي القراءة دون أن يكون متمكن من الكلام من التحدث، يعني طفلي لا يتحدث هل يمكنني أن أعلمه القراءة؟ طبعا القراءة تتم بالعين، حاسة البصر هي المسؤولة على تعلم القراءة وليس الكلام. طفل ممكن أنه يتعلم القراءة دون الحاجة إلى الكلام، يعني بعد تمرير مثلا أي كلمة مدة 5 أيام يمكن أنه إذا درنا له حل المسألة كما ذكرنا سابقا وتسأل الطفل ديالك أين بابا مثلا، إذا أشار إلى البطاقة يعني أنه قرأها بعينه دون أن ينطقها، يعني الطفل ممكن أننا نعلمه القراءة دون أن يكون متمكن أو لا قادر على الكلام. الكلام حاجة والقراءة حاجة أخرى، هذا هو الشيء الذي لم نفهمه أو لا لم نستوعبه أو لا الذي
فهمناه واستوعبناه بعد تطبيق برنامج جرينوم. لا حاجة للانتظار حتى يتمكن الطفل من التحدث، ثم بعدها نبدأ برنامج القراءة. يمكن بدء برنامج القراءة قبل أن يتمكن الطفل من التحدث. سؤال ثاني نسيته. تقول لم أفهم في قضية الكلمات المفردة مع الصورة، هل تكون مرحلة واحدة، مرحلة عرض كلمات مفردة فقط، ثم بعدها مرحلة عرض كلمات مع الصور، ولا يعاد هذا تكرار الكلمات المتقاعدة، وألا يعاد تكرار الكلمات المتقاعدة؟ الكلمات نعرضها 3 مرات في اليوم مدة 5 أيام ثم تصبح متقاعدة، يعني لا نعيد تمرير هذه البطاقات، هذه لا نعيد تكرارها مرة أخرى. الطريقة الوحيدة باش أننا حتى نستغل هذه الكلمات المتقاعدة بطريقة اللي أكثر تجذب الطفل أكثر، هو إدراجها في كتيبات، يعني كتيبات اللي شفنا سابقا هي وسيلة لإعادة ديك الكلمة بطريقة، ديك البطاقات المتقاعدة بطريقة أكثر شنقولوا أكثر إثارة للطفل. يعني بعد تمرير الكلمات تصبح متقاعدة ثم ندرجها في كتيبات ومباشرة إلى خزانة الطفل، وهو من يطلب طبعا الكتيبات 3 مرات في اليوم تاعي، هو من يطلب أن يقرأ الكتاب. يعني أنت لا تطلب منه أن تراجع الكلمات، هو من يطلب أن يقرأ الكتيبات. نعم، هي على ما أعتقد سؤالها تقول أنه تكرار الكلمات، يعني لما نعرضها على شكل جمل، ألا يعتبر هذا تكرار للكلمات يعني المتقاعدة؟ تكرر بطريقة أخرى. نعم، هذا هو يعني الممنوع هو أنك تعرض الكلمة ولا المجموعة التي مررتها سابقا، يعني تكرر المجموعة ككلمات، هذا هو اللي لا يجب أن يحدث، لكن أن نعرضها ونضعها في جمل اللي هي كلمتين بعد 3 كلمات واحدة أرد بعدها 4 كلمات، هذا عادي يعني. نعم، حاجة الذي لم أذكره سابقا أن الكلمات المزدوجة نستعمل عند تشكيل الكلمات المزدوجة نستعمل الكلمات التي تم عرضها، نفس الشيء بالنسبة للعبارات ونفس الشيء بالنسبة للجمل. يعني دائما عند تشكيل في كل مرحلة عند تشكيل الجمل نستعمل الكلمات التي تم عرضها للطفل سابقا. يعني مثلا في مجموعة كلمات مفردة عرضت لطفلي مثلا كلمة ماما، ثم عرضت مجموعة ديال الأفعال فيها أحب، توضع جانبا، أو لا نعيد كتيب ديال أسرتي مثلا كلمة ماما ثم صورة ماما، مثلا بابا ثم صورة بابا. في مرحلة الكلمة المزدوجة يمكنني أن أضع أحب ماما في بطاقة واحدة، هذا ليس إعادة، هذا طريقة أخرى لرؤية أو لا لعرض الكلمات. في مرحلة الجمل يمكن مثلا أشكل كلمة أو لا جملة أحب ماما كثيرا، أو لا أستخدم فعل آخر أقبل ماما. يعني دائما الجمل أو لا العبارات أو لا الكلمات المزدوجة نستخدم الكلمات التي تم عرضها للطفل. نفس الشيء بالنسبة للكتب، حتى في مرحلة الكتب عندما نختار كتاب أو لا قصة أو لا عبارة أو لا قصيدة أو لا أغنية نمررها على شكل، أو لا صورة من القرآن نمررها على شكل كلمات مفردة، ثم بعدها ننتقل للكتب ولا للجمل. نعم أستاذ، يعني هي تعتبر الجمل الثنائية
واللغة الثلاثية واللغة الرباعية هي مراجعة بطريقة غير مباشرة، يعني لأنه الطفل اللي كان نعرضوها عليه ككلمات ونزيد ونعاودو نعرضو يعني نعرضها عليه مرة أخرى يعني ككلمات، هنا الطفل سيمل يعني مش رح يعجبه الأمر، لكن لما نعرضو عليه كجمل هذا رح يثير الطفل في نفس الوقت رح يراجع الكلمات اللي راهي أصبحت متقاعدة. سؤال الآخر تقول كيف يتم برنامج تحفيز البصري؟ برنامج تحفيز البصري كما قلنا نستخدم بطاقات فيها كلمات باللون الأسود، تكون عريضة 10 مجموعات أو لا 10 كلمة، عفوا 5 كلمات في مجموعة واحدة، تعرض 10 مرات في اليوم مدة أسبوع. برنامج تحفيز البصري برنامج مختلف قليلا، هذه الفئة العمرية من الولادة لحد 3 أشهر تحفيز البصري. نعم نعم تحفيز الرؤية. نعم ممكن بأشكال ممكن، المهم برنامج القراءة ذكر أنه من الولادة وحتى 3 سنوات يمكن عرض كلمات باللون الأسود، لأن الطفل في هذا العمر هذا يشوف غير اللون الأسود والأبيض، باللون الأسود نختار 5 كلمات في مجموعة واحدة وتعرض 10 مرات في اليوم. بعد أسبوع نعرض 5 كلمات مرة أخرى لمدة 10 لتردد 10 مرات في اليوم، وهكذا لغاية ولا حتى 3 أشهر، ثم بعدها نبدأ بكلمات مفردة باللون الأحمر. سؤال آخر الاختبار، تقول الأخت هل الاختبار يبقى دوما بحل المسألة طيلة خطوات مسار تعليم القراءة؟ لم أفهم السؤال. يعني على ما أعتقد يعني هل يوجد وسائل أخرى للاختبار أو لا؟ يعني تقول لي قالت هل الاختبار دوما بحل المسألة طيلة خطوات مسار تعليم القراءة؟ سؤال مهم. حل المسألة الأم أو المربي خصها تبدع فيه، يعني ممكن مثلا أنني نرمي البطاقة على الأرض ونقول الطفل يجيب لي وحدة، أو لا نعلقها على الحائط ونقول لي يجيب لي وحدة، يعني ديما تبدع الأم ابتكار وسائل أخرى لمراجعة هذه البطاقة. أو لا هذا الاختبار هذا الأم أو المربية، الاختبار مهم للأم لكي يطمئن قلبها من أن الطفل ديالها كيتعلم، أما الطفل غير ليس بحاجة إلى الاختبار. الطفل يحب تعلم كلمات جديدة بشكل يومي. نعم شكرا أستاذة. كاين أخوات يعني كثر يشكروا فيك ويقولك بارك الله فيك، شكرا على المجهودات والتوضيحات والمعلومات. كاين أم أخرى قالت أنا أيضا لا أؤمن بالحروف، هذا جيد. كاين أخت أخرى سألتها اللياقة البدنية اليوم، اللياقة البدنية في ورشة أخرى يعني منفصلة مش في هذه الورشة. أخت أخرى لك بارك الله فيك. سؤال آخر تقول الأستاذة هذه رشدة قدي، ما هي الدول التي تطبق هذا المنهج؟ الدول المعروفة كاين في أمريكا أولا، لأن المؤسسة كاينة في فيلادلفيا يعني في أمريكا، كاين واحد أو لا مقر أو لا في اليابان، يعني جانيت دومان كانت اصلا دوزت واحد المده في اليابان، كاين في سنغافوره وفي دول اخرى في اسيا اظن في الفلبين، في الفلبين سنغافوره اليابان، اوروبا ماشي بزاف،
رب يفضلنا منهاج مونتيسوري، ومع ذلك هناك آباء، هناك مواقع أجنبية لأشخاص ولا لآباء ولا لأمهات يطبقن البرنامج. هناك مدرسة عندها موقع ولا عندها قناة في يوتيوب موجودة في البرازيل. البرازيل استضافت غلين دومان وعطته وسام. هناك دول كتآمن غلين دومان، وحنا آخر من يعلم من 1940 وغلين دومان خدام 1955 فاش تم تنشئة أو لا تأسيس معهد غلين دومان تحقيق الإمكانيات البشرية. من ثم بداو بدا البرنامج ديالو، بدا النجاحات ديالو، 50 عام ولا 60 عام مشهور وما تكتشف حتى جات دكتورة سهير سكري. نعم وصحت لينا. نعم للأسف يعني، لكن الحمد لله أن تصل متأخرا أحسن أن لا تصل أبدا. إن شاء الله. وكأنه نفس الأخت قاعدة تعاود تطرح في الأسئلة، هي وكأنها مستغربة يعني، هي تقول وأن تلك البطاقة تم عرضها مسبقا، أقصد الطفل يقرأها بما أن البرنامج فلسفته وعدم اختبار. هي على ما أعتقد يعني حسب ما فهمت سؤالها أنها شافت أطفال قاعدين يقرؤون يعني أطفال في فيديوهات أنهم يقرأوا الكلمات، فهي استغربت كيف هم يقرؤون الكلمات يعني لما كلمات تعرض عليهم هم يقرؤها، بالرغم من انه فلسفة المنهج انه عدم الاختبار. طبعا هناك اخطاء، يا اما ان الام هو من يطبق البرنامج يقوم باخطاء او لا يرتكب اخطاء، يا اما ان الطفل عنده رغبة أنه يقرأ الكلمة. يعني بالنسبة للأطفال اللي عنده الأطفال من عمر سنتين يمكن أثناء عرض البطاقة ولا تمرير البطاقة يمكن أنه يرغب بقول أو لا قراءة الكلمات في نفس الوقت فاش كتعرض عليه. يعني هذا نعم. ماشي مشكل إذا كان الطفل بغى يقرأ الكلمة. نعم نعم. هناك أخت الأستاذة رشيدة قدري أيضا تقول، يقول علماء النفس للأم لا تكوني معلمة ولا طبيبة لأبنائك، كوني أما وكفى، فكيف للأم أن تطبق هذا المنهج؟ هذا المنهج هذا ما تعرفش السر ديالو أو لا اش نقوله السر، ما تعرفش السر ديالو حتى تطبقه سيكسر القيل والقال، ولن يستوعب أحد طريقة أو الأسلوب الطريقة الصحيحة إلا عند التطبيق. طبق برنامج وعندها استمع، يعني لا تستمع قبل أن تطبق. نعم، وأعتقد يعني أستاذة إضافة يعني فقط لكلامك أنه من تطبق البرنامج سوف تعرف معنى الأمومة يعني بمنظور آخر يعني. هذه عن تجربة يعني. نعم، من بين فوائد أن الأم كتخصص وقت أكثر للطفل ديالها. نعم، عن تجربة. نعم، وهذا يعزز من علاقة الأم مع ابنها يعني يعززها فيها فائدة أخرى نسينا ذكرها، تزداد العلاقة ولا تكبر العلاقة بين الطفل والأم. نعم نعم، عن تجربة أيضا لوقت هذه المعلومة. نعم، عن تجربة نأكدها المعلومة هذه. كل جلسة الأم تلعب مع طفلها وتعانقه، من بعد ربع ساعة تلعب مع طفلها وتعانقه، من بعد ربع ساعة يمكن في ديك ربع ساعة تدير أي شغل في الدار، ومن بعد تكمل تعانق ولدها وتبوس. الرابطة ديال بين الطفل والأم ديالو كتزاد بهذا البرنامج هذا. فعلا يعني فعلا. سؤال آخر، تقول كم من الفترة بعد البدء بالبرنامج نستطيع أن نبدأ بلغة ثانية؟ اللغة الثانية من الأفضل يقوم بها شخص آخر. يعني أنا إذا بغيت نبدأ لغة أخرى
مع اللغة العربية، الأم هي تكون مكلفة بلغة عربية في نفس الوقت. في نفس الوقت الأب مثلا يعلم الفرنسية، وفي نفس الوقت مثلا أي شخص صديقة ديال الأم أو الأخت أو الخالة أو أي شخص آخر يقدر يدير لغة أخرى، أو لا تجيب معلم اللغة الأجنبية اللي بغيتي. يعني بالنسبة لي أنا يا الأم تكلف بلغة واحدة. أسئلة تقول نعم. شكرا بارك الله فيك، كنت أتابع في اليوتيوب ولكن الآن فقط توضحت الطريقة أفضل، يعني هذا يشكر فيك. سؤال آخر تقول جلين دومان يعلم القراءة فقط ولو يوجد مستويات أخرى مثلا الحساب الهندسة غيره؟ هناك ذكرنا سابقا أن هناك برنامج تعليم الحساب الكمي. تعليم الحساب الكمي وبرنامج معرفة الموسوعية، برنامج اللياقة البدنية، تعليم اللغات، الموسيقى وأشياء أخرى، ممكن حتى السباحة. السباحة خصص لها كتاب ولكن كتدخل في برنامج اللياقة البدنية. نعم سنتطرق إليها بإذن الله أختي حمزة في ورشات أخرى مستقبلية مع الأستاذة. سؤال آخر تقول ابني 4 سنوات، هل هناك استثناءات عند البدء مع الأطفال في سن متأخرة نوعا ما بالنسبة للمنهج، يعني من حيث كمية المجموعات والسرعة في الانتقال من واحدة لأخرى، وبالنسبة للحساب في هذا العمر بما تنصحين؟ الاستثناء الوحيد هو الانتقال للكتب بأسرع وقت. بدينا في 2 أو 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين نبدأ بكلمات مفردة، ننتقل بعد 50 كلمة ننتقل لكلمات مزدوجة، نمرر بعض الكلمات المزدوجة ننتقل بسرعة للجمل بسرعة للكتب. نعم يعني الانتقال تخطي المراحل بسرعة أكبر. نعم سؤال آخر بالنسبة للكمي. نعم لحظة واحدة، نقطة أخرى مهمة هو الانتباه أو لا أخذ بعين الاعتبار الكلمات المألوفة لدى الطفل. هنايا في 4 سنين ممكن اختيار كلمات، نبدأ بكلمات ديال القسم مثلا صبورة، طباشير، الأشياء التي توجد في مدرسة ديال الطفل. الحساب الكمي ذكر أنه أو لا الكتاب ديال جلين دومان حساب كمي خاص بالأطفال قبل 2.5 سنين، يعني تكون فائدة أكبر للأطفال قبل 2.5 سنين. يعني من الأفضل إذا بيتي تطبق البرنامج ديال الحساب الكمي يكون قبل من 2 سنين. ولكن إحدى الأخوات قالت بلي راه أنا سمعت الدكتورة تقول بلي راه ممكن ال4 سنوات يطبق الحساب الكمي، لكن على حسب جلين دومان 2.5 سنين. نعم تقول بما تنصحين في هذا العمر، في هذا العمر بما تنصحين بالنسبة للحساب؟ 4 سنين ممكن أنك تبدأ الحساب الذهني صعوبا. كيبداو في آسيا كيبداو من 4 سنين. نعم في الدول عندنا العربية كيبداو في 5 سنين. سؤال آخر أخت أي أخرى تشكرك على المجهود. أخت تقول هل قناة ماما معلمتي على اليوتيوب هي قناة الدكتورة حسناء؟ نعم، يعني لنختصر الوقت فقط نجاوبها نقولها نعم هو للأستاذة حسناء. هناك صورة الأخت. نعم أنا انتهيت. سؤال آخر تقول أنا انتهيت من 4 مجموعات وكلها بالإنجليزي، أما العربي أريد أن أبدأ بالقرآن الكريم، يفضل أن أعطيه لأبوه مثلا؟ هل يفضل أن أعطيه لأبوه مثلا، يعني الأم دي الإنجليزية والعربية بالقرآن وتعطيها الأب هو اللي يحفظ القرآن بطريقة الجندومة؟ وأين هو برنامج تعليم القراءة باللغة العربية؟ نعم
يعني تنصحيها انه القراءه وحدها والقران وحده، القراءه يعني لتعليم اللغه العربيه راهي شق، وتعليم القران بالهندي شق اخر. نعم نعم تعليم منفصلين. منفصلين تعليم القراءه منفصل عن تعليم القران، يعني من الافضل الام تطبق تعليم اللغه العربيه والقران واللغة الأخرى يديرها الطفل. إذا لم تحب مثلا تعليم اللغة العربية وفضلت أنها مثلا تعلم غير القرآن واللغة الإنجليزية، متى سيتعلم الطفل قراءة كلمة ماما مثلا أو لا أنفي لا جسم أعضاء الجسم، متى سيتعلم الطفل هذه الكلمات؟ لكن الأب غادي يتولى برنامج تعليم القراءة باللغة العربية ممكن، والأم الإنجليزية والقرآن ممكن، أما أنها تعوض اللغة العربية وتحذفها كاملة من البرنامج لا أظن هذا جيد. نعم سؤال آخر، رجاء هل يوجد مصادر معينة تنصحنا بها الأستاذة للتوسع في فهم المنهج؟ شيء واحد أو لا طريقة واحدة لفهم المنهج وقراءة كتب غليندومان. كيف تعلمت أن طريقة غليندومان هو من الكتب؟ للأسف الكتب ما ليست مترجمة باللغة العربية. كاين موقع ديال غليندومان لبيع المنهج كامل بالبطاقات الموسوعة بالحساب، منهج كامل جميع ماشي جميع اللغات ولكن باللغات المعروفة الإنجليزية الفرنسية الإسبانية، وللأسف غير موجودة باللغة العربية. نعم فقط يعني إضافة، يوجد هذه الكتب يعني بالإنجليزية إلكترونية نراها موجودة على صفحة الأستاذة، يعني أمهات معلمات غليندومان، يعني تقدروا تدخلوا للمجموعة وتحملوها، لكن راهي باللغة الإنجليزية. كاين مشروع رانا ماشيين فيه ان نترجموا الكتب، وكاين اجزاء كثيره يعني في المجموعه راهي مترجمه للغه العربيه يعني موضوعه في المجموعه، يعني تقدروا كلكم تطلعوا عليها في المنشور المثبت امهات معلمات غليندومان. باذن الله رانا حاطين استاذه مشروع الترجمه، عندي بعض الافراد حابين يعني مستعدين انهم يترجموا، نحاولوا نساعدوا مع بعض في هذه النقطة. أخرى تقول أريد الاستفسار أكثر عن البدء بالقرآن الكريم، كيف تطبق الطريقة؟ نفس الطريقة ديال تعليم القراءة بالكلمات المفردة. نعم. يعني كنبداو كون الصورة، أنا اللي درت جربت برنامج أو أسلوب غليندومان، جربته في تعليم القرآن، وبالنسبة لي كنعرضوا للطفل أو نمرر للطفل صور على شكل كلمات مفردة سنتين الأولى، من بعد سنتين نعيد الصورة على شكل آيات في مجنو. لو لم يتوفر إلا الأم لتعليم اللغات الأجنبية، أنت سبق وقلتي أنه كل شخص يتكفل بلغة، هذا من الأحسن. قلت لك لكن نعم. أنا يعني هي وحدها اللي راح تقري اللغات، يعني ماذا تفعل لو لم يتوفر إلا الأم؟ كيف تتعامل مع اللغة الأجنبية إذن؟ وبالنسبة للطفلين الأعمار متباينة بينهم، كيف نتعامل معهم؟ هل نفصلهم أم نستطيع الجمع بينهم؟ نعم بالنسبة للغة، إذا كانت الأم بوحدها أو لا الشخص الوحيد اللي غادي يعلم الطفل، من الافضل تخصيص مثلا فتره صباحيه للغه العربيه، تتحدث مع الطفل باللغه العربيه وتعرض عليه بطاقات باللغه العربيه، وتخصص فتره المسائيه للغه الاجنبيه الثانيه. نعم بالنسبه للاعمار، بالنسبه الى عندك اطفال باعمار متفاوته، يعني مثلا عندك طفل عام سنة وعندك طفل عنده
أربع سنوات. طفل عنده أربع سنوات الكلمات غتكون مختلفة على الكلمات ديال الطفل عنده سنة. الجلسات ممكن هذا يكون مستعد، هذا ما يكونش مستعد. أحيانا يمكن الجمع بين الأطفال بأعمار متفاوتة، وأحيانا لا. يعني دير الدفتر وضع علامة برنامج للطفل الأول والطفل الثاني، إن تمكنت من جمع بين الجلسات فعليها، إن لم تتمكن فنفصل بين الجلسات. من الزمن، سؤال آخر، من الزمن أعمل البرنامج مع الطفل؟ يعني لما لا نهائي بسن المدرسة أو ماذا؟ مدرسة، حتى وإن كان الطفل يعني يذهب إلى المدرسة يمكن تطبيق البرنامج في أيام العطلة أو في بعض في المساء مثلا، إذا كانت عند الطفل الرغبة ممكن تطبيق في المساء. برنامج جرين دومان مخصص للأطفال أقل من 6 سنوات، ولكن بالنسبة لي يمكن تعليم اللغات الأجنبية حتى بعد 6 سنوات. يعني يمكن تطبيق برنامج جرين دومان لتعليم اللغات الأجنبية حتى بعد 6 سنوات مع أطفال 7 سنوات أو 8 سنوات. نعم. سيتعلم الأجنبية بطريقة أسرع. هذا رأيي ديالي. يعني هي تقول كم من الزمن، كم من الزمن تبقى تدرس الطفل في هذا الوقت؟ أنا ما أعتقد حتى تصل إلى الهدف، حتى تصل إلى الهدف ديال أسلوب جرين دومان. الهدف هو أن الطفل يقرأ الكتب. يعني الهدف من جميع هذه المراحل هذه ولا الشروط هذه أن الطفل يقرأ الكتب. إذا تمكن الطفل من قراءة الكتب فالمهمة ديالك انتهت. أخت أخرى تقول متى أبدأ بالحروف إذن؟ الحروف نؤجلها عند تعليم عند هذا تعليم مخارج الحروف كما ذكرت سابقا، أو لا ترتيب تعلم ترتيب الأحرف الهجائية لاستخدام المنجد أو لا المنجد. نعم، يعني هو لن يحتاج تعلم الحروف يعني إلا لاستعمال القاموس يعني فقط. نعم، استعمال القاموس. يستطيع أن يقرأ الكلمات بدون أن يتعلم الحروف. نعم. سؤال آخر فقط، للوقت يداهمنا. هل صحيح ما قيل أن الطفل لو تعود على هذه الطريقة لاحقا لا يستطيع القراءة إلا بها؟ يعني أن الطفل إلا ما تعلمش الحروف ما غاديش يتعلم يقرأ، ياك؟ هي تقول أنه لو تعود على طريقة هذه طريقة الكلمات لا يستطيع القراءة إلا بهذه الطريقة. يعني لو أعتقد يعني نعم، إذا كان تحفيز تطبيق هذا البرنامج هذا تحفيز يومي كما ذكرت سابقا، يمكن للطفل يقرأ كلمات لم تعرض عليه سابقا. يعني المسألة كلها كاينة في الدماغ ديال الطفل. الدماغ ديال الطفل مستعد أنه يقرأ كلمات. إذا تمكن الطفل من قراءة كلمات جديدة لا حاجة إليه لتعلم تهجئة، يتهجأ الكلمة. يعني السر هو في التحفيز اليومي، تطبيق يومي للبرنامج، ولن يحتاج الطفل إلى طريقة أخرى لتعلم القراءة. نعم. سؤال، أعتقد أنه سؤال أخير. نحن طيلة مراحل تعليم القراءة الأم هي من تقرأ للطفل ولا تخبره ولا تختبره، فكيف تعرف أنه تعلم القراءة لما تصل لمرحلة الكتب؟ هل تبقى دوما هي من تقرأ له؟ ذكرنا سابقا أنه يمكن
تقديم فرصة حل المسألة، يعني بين الحين والآخر أو مرة في الأسبوع أقدم بطاقتين وأسأله عن إحداها أو لا أضعها على الأرض مثلا. نعم لكن كاين سؤال راح يكون هذا السؤال الأخير، تقول الأشكال كيف تعلم الحروف بعد الكلمات. ما كانش إشكال يا أختي، الإشكال أنه لن تعلم الحروف لأن الطفل لن يحتاج تعليم الحروف، راح يقرأ لك الكلمة، لماذا تعلميه الحروف وهو يقرأ الكلمة؟ يعني لن تحتاجي أن تعلميه حروف، يعني باستمرار استمرار استمرار تطبيق المنهج مع الطفل سيستطيع الطفل أن يقرأ الكلمات لم يستط يعني لم تعرض عليه من قبل. فما دام يقرأ الكلمات يعني لا داعي لتعليم الحروف، الحروف كما قالت الأستاذة سوف يتعلمها فقط باش يقدر يبحث في القاموس على معنى الكلمات، يعني فقط مش راح يحتاجها في قراءة الكتب وغيره. فقط يعني نختم بهذه الأسئلة، بارك الله فيك أستاذة، جزاك الله كل خير، إن شاء الله نلتقي في ورشات أخرى بإذن الله. أختم فأقول بارك الله فيك أستاذة، نعم يعني كلمة ختامية ونختم، تفضلي أستاذة. نبغي نشكر مركز جيل ترجيح، ذكرت سميتها مزيان. نعم نبغي نشكر أكاديمية جيل ترجيح للتأهيل القيادي، والاستضافك هو يعني بتنسيق منتدى المرأة مع منتدى التنمية البشرية مشروع ديزي. كنشكرهم بزاف على تنظيم الدورة، وكنشكرك أيضا صديقة ديالي حكيمة لوحيشي، وكنتمنى إن شاء الله نلتقي في فرصة عمل أخرى إن شاء الله بإذن الله. إذا أختم فأقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا، ونطلب من الأخت أمال بروال غلق القاعة، يعني تقدروا الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في لقاءات أخرى إن شاء الله.